يا عين جودي بالدموع وادعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. يا عين جودي بالدموع الكريم 15 حزبا مع التجويد. وقد نظمتها لجنة مختصة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف. وأيضا لله الحمد والمنة كان الإقبال كبيرا، وتنافس أولادنا وبناتنا على أعظم كتاب، وكتاب رب العالمين، الكتاب الذي أنزل في هذا الشهر المبارك. قال ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم لما تسمع طبعا الأولى اللي كانت فيها باسم الشيخ العلامة فضيل الإسكندر رحمه الله، وكانت طبعا هذه قسمناها على التفرع، الفرع الأول اللي هو 60 حزب، والفرع الثاني اللي هو 30 حزب، والفرع الثاني اللي هو 15 حزب. وتم كان مسابقة ثانية على الثقافية والإسلامية، وكان الفضل ما شاء الله على كل حال. حق ربي يعني تجاوبت معها كل مساجد تاع البلدية تاع الصحراء. شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه استجاب الله جديد. اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.